المشكل اللي كان هو انه كنا مرغمين، يعني كان عندنا انسول ايسيو او انسول استراتيجي اللي كنا نلعبوا بها، لانه كان هناك فوارق تقنيه كبيره ما بين فريق الرجاء وفريق مراكشي يعني كبيره، ما كانش يمكن اننا نغامروا وندافعوا الهجوم صوريت ان سويسيد. بالنسبه لنا يعني كانت الاستراتيجي السوليونيك اللي كان يمكن نلعبوا هو انه نغلقوا جميع المنافذ ونلعبوا شويه الوقت على امل ان نجروا فريق الرجاء الاشواط الاضافيه، ولكن كما قلت لا فالور انترانسيك تاع لي جوار ديال الرجاء يعني شيئا فشيئا، رغم انه ما كانش يعني كانت سيطره مطلقه لفريق الرجاء، هو بالمناسبه يستحق يعني الانتصار ديالو، ولكن ما كانش هناك فرص كثيره للتسجيل. الهدف جاء من واحد الطريق يعني تاع السهول المدافعين ديالنا اللي ما كانش داروا لا كوفرتير في الكورتي دروا، ولكن هذه مناسبه جيده بالنسبه للاعبين ديالنا باش يحتكوا مع فريق من حجم الرجاء ويشوفوا الفوارق اللي باقي تلزمنا احنا كفريق باش يمكن الفريق يرجع لديك المكانه المعهوده ديالو ممكن